في تالنتس كل اسبوع بنخلق فرصه جديده لمواهب جديده صاعده انها تكون عم تسمعنا موهبتها واكيد تكون عم تفتن ينفتح لها مجال اكبر. اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم كريستيان نجار ورامي العلم. انتم معنا اليوم لتفرجونا وتسمعونا على موهبتكم ان كان بالعزف او حتى بالغنى. رح بلش معك كريستيان. مثل اكثريه الاشخاص اللي بنستضيفهم يلي بيكتشفوا موهبتهم عن عمر صغير بيطوروها وبيتعلموا واكيد مع كل اطلاله بيكون في خبره جديده وبيكون في هيك شيء جديد بيكتسبوه. خبرينا. انا بلشت غني عن عمر صغير، بلشت بالكنيسه، كنت رتل وشوي شوي تطورت موهبتي، تعلمت فتت على الكونسرفاتوار، بس كبرت عملت غنى شرقي وهلا حاليا بعدني. انا وصغيره عملت بيانو، شوي شوي فتت بجو الموسيقى لصرت هلا هون وعم اتعلم غنى شرقي، واكيد خبره الغنى والمسرح بتعطي خبره كبيره، اضافه كبيره اكيد. رامي اختلف الوضع، يعني في موهبه اساسيه موجوده اكيد تعلمت الاسس، انما صح. الاتكال الاكبر كان على شو؟ صراحه انا وقت بلشت او ما بلشت تعلمت القصص البيزكس، يعني كل الاتكال اني اطور الموهبه كانت على قصص التمرين، واكيد بالمسرح والاكسبيرينس هي بتلعب دور كثير كبير. يعني الملفت عندك انه السمع، يعني صح. اهم خبره عندك اياها هو السمع، وهيدا كمان شيء اضافه، مش كل الاشخاص عندهم هالنعمه اذا فينا نسميها. شو اللي جمعكم؟ سوشيال ميديا. بتخبر ولا بخبر؟ خبر انت. رامي عمل لي فولو على انستغرام، انا عملت له فولو باك لانه ميوزيشن. انا كل حدا بالجمال بيكون ميوزيشن وانتم ميوزيك، لكل حدا يعني بتعملي فولو باك؟ لا كل حدا بالموسيقى. اوكي. بحب لان هيك كبر معارفه وهيك بالموسيقى فعن طريق الصدف. صح. كمان في اشخاص جامعيننا بنعرفهم يعني بينات، وهون اكيد كانت اهميه انه قدرتوا تكونوا متناغمين او تكونوا متناسقين على ذات الموجه الموسيقيه. كان في هلا مش من زمان كريستيان يلي هذا الشيء لفتني وشفت على السوشيال ميديا كوفر منزلتيه جديد، ولهالسبب حبينا انه نرجع نستضيفك مره ثانيه خصيصا كرمال هالكوفر. كوفر يعني غنيه هيت فينا نقول كانت هالصيفيه، خبرينا. اول شيء الغنيه اللي كانت معموله للمسلسل يلي حطوه، كان المسلسل كثير حلو وانا اثر فيه حضرته، يعني يلي هو خمسة ونص. مزبوط. وهي شيرين اصلا انا وصغيره بسمعها بحبها كثير، فالغنيه لفتتني وكانت بوقتها هيت مثل ما قلت، فحبيت استفيد من هذا الوضع وغنيها، وهي الغنيه ستيلي، انا بغني سوفت اصلا. ونحن رح نستفيد من وجودكم معنا اليوم لنسمعها من صوتك. تفضلوا. الأنا كنز ليالي اقتنع بس نحنا مركبين عطمع الأنا كنز ليالي اقتنع بس نحنا مركبين جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب الحق عقلي شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك نقي واحد منهم بس يا بتفكر
بتفكري او بتحسي؟ الاثنين. قديه هون صعوبة انه تكوني عم تاخدي غنية ضاربة اذا مثل ما قلنا، صح، وترجع انت تكوني عم تقوليها بطريقتك انت وبادائك انت، يعني ما بعرف هون اذا بيكون في نقد، اذا بيكون في فيها كثير تشالنج اكيد، وكثير فكرت قبل ما اعملها يعني، بس قلت خلص انه بدي اجرب انه يا بتنجح يا ما بتنجح. وشو كانت النتيجة؟ لا الحمد لله كل العالم حبه، واكثر كفر من الكفرز اللي انا عملتهم حبوا الناس هو كان هيدا اخر واحد. رامي انت يعني بتعزف اكيد مثل ما قلت لي، بس كمان مفكر بباند او كيف مفكر اكثر تكون عم تتطور؟ هو صراحه صار لي شيء 3 سنين تقريبا فايت بمجال الميوزك برودكشن، عملت استوديو تبعي وشوي شوي عم بجرب طور الموضوع تاكبر يكبر اسمي، وعم بعمل كثير برودكشن لميوزك كفرز وإن شاء الله خير. كريستيان مثل ما قلتي لي كانت البداية أول شيء بتراتيل بالكنيسة، مثل ما سمعنا كمان منك بالغناء في التراتيل كمان أخذت هيك قسم كتير كبير من قلبك ومن شغفك، صحيح. وين بتفضلي تكوني بالغناء أو بالتراتيل؟ بشوف حالي بالاثنين صراحة، أنا وصغيرة كنت شوف حالي بس بالترتيل لأن كنت بعد أنه ما عندي المجال أنه أنا فوت وغني بس أنا لما جربت غني واشتغلت على حالي وبلشت أتعلم شفت حالي باثنين. حابين نسمع منك ترتيلي هلا؟ أكيد. تفضلي. قديه كل مره بتطلع فيها على المسرح قديه هالشي عم بيعطيك قوه ان كان ثقه بالنفس او حتى كخبره؟ اكيد يعني ما في افسر لك لانه هو شو شيء اكثر بينحس من انه خبرك عنه، بس اكيد مره على مره انا عم بحس انه عم بتقدم وعم بيصير عندي بثقه بحالي اكثر بكثير من الاول. رامي بنعرف انت طالب هندسه، بالهندسه وين بتفكر المستقبل، بالهندسه او بالموسيقى؟ حاليا صراحه بالموسيقى، يعني كلنا بنعرف الوضع شو هلا، انا بحس حالي بنجح اكثر بالموسيقى يعني. كلنا بنعرف الوضع شو، عاده بتميل اكثر للهندسه. مش ضروري، لا بالعكس هالايام لا الموسيقى ماشي اكثر. ما هيدي هيك. وين شايفين حالكم بالمستقبل؟ بعمل بيجمعكم اثنيناتكم؟ هلا اكيد رح نعمل شيء بما انه خلص تعرفنا سوشيال ميديا وهيك، لازم نعمل شيء مع بعض. منلحق بعد من نسمع منكم غنية. شو راح تسمعونا؟ لفيروز بعدك على بالي. أنا كمان قبل ما نسمع منكم هالغنية بتشكر وجودكم معنا، بتمنى لكم كل التوفيق، جود لك لحياة لمجال بتقرر تمشي فيه رامي، وكريستيان جود لك لهالصوت الحلو كمان اللي عندك يا أهلا وسهلا. تفضلوا. حبيت افتح له وعلى الحب
الشارع.